اصلا ما نسكلش نعملو اليوم مع بعضنا جاتو اسكاغو فرامبواز بيستاش. دونك نبداو بالجينواز. اول حاجه ناخذو 6 عظمات لهنا باش نزيدهم دونك شويه فاني ب 80 غرام سكر نركضهم حتى يتريبل دو فوليوم نزيدهم 140 غرام فرينة ونحركو بالسياسه بيان سور الفرينة اللي تكون مغربله. من بعد نحطهم في بلاتو 30 على 40 وندخلهم للفور حكيت 15 دقيقه كل وحده الفور نتاعو على 180 درجه ثم تخرج نروليوها باش من بعد تسهل علينا ما تكسرش. تو باش نحضروا جولي دو فرامبواز ناخذوا 200 غرام فرامبواز نحطوا عليهم 100 غرام سكر 150 غرام ماء عادي نحطهم على الغاز حتى يشحوا من الماء. نحضروا لنا في زوج صحاف 6 غرام جيلاتين في كل صحفه اون ليدغات في 20 غرام ماء. لهنا كي طاب الفرامبواز نتاعي دونك حطيت له 6 غرامات الجيلاتين ليدغاتي نرحيه بالكدا ونخليه دونك على جهه. لهنا نحضروا الكريم تشيز نتاعنا دونك حطيت 200 غرام فرماج تاع تشيز كيك عليه 50 غرام سكر شويه فاني نركضوا حتى يولي كل كريم كما تشوفوا فيه في الفيديو. زدت عليه 350 غرام دو كريم ليكيد 35% اون كوز دو فاني فاكولتاتيف. لنا صحفة الأخرى نتاع جيلاتين كون هيدغاتي دونك ذوبتها في ميكرووند ونزيدها بالسياسة بالسياسة للكريم تاعي وين نركض باش ما نذوبهاش. تو باش نتعداو دونك للمونتاج. لهنا خديت الجينواز تاعي اللي دورتها حليتها حطيت عليها الجولي تاعي نتاع الفرامبواز اون ليتال بالكدا على السيرفاس الكل. وبعد ما تحطوا جولي على الجينواز خليوها في الفريجيدير شويه حتى ينتبس كومبليتمون قبل ما تحطوا فوق الكريم. لهنا ناخذ بوند ننصحكم خذوا بابي كويسون ما تاخذوش كي بابي اللي خديت وين راه يلصق في الجولي دو 5 سنتيمتر تحطوا دونك تقيسوا بها تحطوا لنا الكريم كيف كيف على جولي. بعد ما جولي بردت كومبليتمون حطيت لنا شويه بيستاش اون بودر دونك لنا نعاود نقص خاطر حطيت الكريم دونك القصه تغطات نقص. لهنا كما تراو خديت هذيك اون بورت بيس حطيت عليها البابي ترونس باغون باش الجينواز ما تلصقش فيها ونبدا نقص فك لي بوند نتاعي اللي خشنهم العرض نتاعهم 5 سنتيمترات. حاولوا تعملوهم كل فرد عرض باش يبداش شيء طالع وشيء معناتها مش فرد علو فهمتوا لازم يكون كله فرد علو. دونك بعد ما كملناها كما ريتو عملنا ليسكارغو نتاعنا لهنا نغلف في الجنبات بالكريم تشيز اللي حضرناها ولصقت عليه دي بيستاش كونكاسي. تنجموا تعملوها نوازيت كان تحبوا مي بون مع الفرامبواز جو بريفير انا يكون بيستاش. لهنا زينت نجمو تزينو كيما تحبو قاعده نزين بكعبه فرامبواز نزين بكعبه بيستاش شويه فوي دور. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الغسيت والا بروشين وان شاء الله تجربوها وكان جربتوها ابعثولي ان شاء الله عامكم مبروك.